استلام الباسبور بيكون بعديها بحوالي اسبوعين، هنا بنشوف بقى القبول او الرفض، ده رقم واحد. رقم اتنين، لا يشترط ان انت بنفسك تروح تسلمه عشان الناس برضو اللي شغالة او حاجة زي كده، ولكن انت ممكن مجرد ان الوصل كان مع حد فمعنى كده ان اوريدي انت اللي مديله الوصل، فيقدر ان هو عادي جدا يروح يستلم منك الحاجة. والمعلومات دي احنا تأكدنا منها من الشخص المسؤول في السفارة يعني، عشان برضو ما نكونش بندي اي معلومات مضللة. ونصيحتك اللي انت شفت، انت قلت لنا شفت حد هناك كان جه على امل ان هو يطلع له الباسبور دلوقتي او خلال يومين، فهي قالت له لا. بصوا دي حاجه مش في ايديهم، عندهم يا جماعه رول واحده، احنا هنسلم الباسبورات في تو في تو في توقيتات معينه او حسب التوقيت اللي يعني. انا جه قال لي مثلا اسبوعين، فانا لو كنت عملت ايه، هو ما كانش هيسلم لي الحاجه قبل اسبوعين. في حد كان بيقول للموظف، طب انا بص حضرتك حجز الطيران بص امتى، طب بص ده انا حتى حجز الاوتيلات، الحاجات دي كلها اوريدي بيد يعني اوريدي مدفوعه، فلو نعرف نستعجل. هو كان الناس ملتزمه جدا بالكلام، قال له لا، قال له انا عندي توقيتات مع حضرتك تيجي تستلم فيها الباسبور بتاعك، فهي دي التوقيتات المتاحه، وانت المفروض على او تكون على علم بحاجه زي كده، ما ينفعش تبقى انت مسافر مثلا كمان مثلا اسبوع وتيجي حضرتك النهارده تقدم يعني، مش ده المعمول بيه بالسفاره. فانا التاشيره بتاعت السياحه على الوقت اللي انا بعمل فيه كان قال لي اسبوعين. فدي نقطة أساسية بس عشان الناس، ما في ناس تقول أنا حجزت الفندق وحجزته وخلاص هسافر دلوقتي، لا، ما عشان بس يتوفروا البتاع يا جماعة، هي في خلال أسبوعين أو بعد أسبوعين تحديدا، وبيبقى التاريخ موجود. نقطة كمان بس الأساسيات بقى، إنك تروح السفارة لابس كويس بس، عشان دي حاجات بقى يعني أطاير بيبقى باين يعني مش جاي لهم، على الأقل لبس لائق يعني، ما تروحش السفارة بلبس بص يعني أنا ما أقدرش أجزم، دي حاجة من الحاجات اللي هي ممكن تبقى سبب سواء ان انت تاخد قبول او رفض الحاجة زي كده، ولكن يعني اكيد انت رايح في مكان فاكيد يفضل تبقى لابس بشكل، فاهم انت، كويس يعني.